مساء الخير والفل والسعادة على كل هو وكل هن بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من أيامنا من هو وهن على شاشة قناة المحور. عندنا حاجات كتير جدا وإن شاء الله تعجب حضراتكم، لكن في البداية خلوني أرحب بمروة. ازيك يا مروة؟ ازيك يا نرمو، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. ايه؟ طبعا بسلم على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. النهاردة يوم جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا فوهن. النهاردة بقى ببدأ كلامي ان احنا دايما في كل البرامج بنتكلم عن عيد الام وبنعمل احتفالات كبيرة جدا وناس بتتأثر جدا، بس دايما الاب ليه مكانة كده معينة، والاب دايما بنقول او الاحتفال بعيد الاب مش واخد حقه بشكل كافي، رغم ان الاب ده يا جماعة يعني حب كبير جدا، ويمكن الحب الاب ده ما بيجيش في العمر بحب صادق كده غير مرة واحدة. عشان كده احنا النهاردة وزارة التضامن الاجتماعي هتطلق فعاليات النسخة الثانية لمبادرة الأب قدوة، وده في إطار الاحتفال بشهر الأسرة والتربية الإيجابية وبالتنسيق مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع. فدي طبعا حاجة لازم احنا نهتم بيها ونركز عليها. أكيد، والأب دور ليه دور لا يقل أهمية عن دور الأم، خليني أقول. وأعتقد المبادرة دي ويعني دي فرصة بقى لكل الآباء. خليني أكمل لكم وأقول لكم الوزارة أعلنت عن فتح باب الاشتراك في المسابقة لاختيار النماذج المتميزة للأب المصري. هيتم تصعيد الفايزين ده وفق طبعا عدد من المعايير، ما هو مش أي أب كده يقول أنا خلاص تمام، فلا في معايير ليها. إيه هي بقى؟ ما يقل سنه عن 55 سنة هيبقى عنده مؤهل مناسب متوسط يعني على الأقل، ما يزيدش عدد ولاده عن 3 أبناء. فأعتقد أن دي مبادرة لطيفة جدا أو مسابقة لطيفة جدا. كل الأباء بقى يستعدوا كده وقوموا بدوركم. طيب احنا معنا دلوقتي مداخلة، معانا كمان أستاذ باسم عبد الملك مؤسس مبادرة العالم يحتاج إلى أب. عندنا أسئلة كتير جدا يا أستاذ باسم، أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني أنا هسألك سؤال في البداية، وحضرتك طبعا كنت منورنا هنا في حلقة من حلقات هو وهن، لكن هو ليه دايما الأب مش واخد حقه؟ يعني مش عارف، هو السؤال ده يعني هو المفروض يتسأل ولا لا في حتة واخد حقه من مين؟ طيب واخد حقه في المجتمع، يعني دايما كل حاجة بتنسب إلى الأم، يعني كل حاجة أصل الأم أصل ما الأم. على فكرة هو المفروض أنا بالنسبة لي أنا مش المفروض أن أنا أسألك السؤال ده، لأن أنا دايما أنا كائن، أنا واحدة سيدة دايما بنتمي للسيدات وبدافع عنهم بقوة. يمكن عشان الأم أو الست دايما أو ست البيت هي اللي دايما قاعدة مع الولاد، هي اللي بتذاكر، هي اللي بتودي تمارين، هي الأب ممكن بس المجتمع شايف أن هو بس دوره أن هو يصرف. هو هي دي ده بالضبط. هو حك بتعرفي تعريف الأب أو نظرة الأب من ناحية المجتمع. أي. من الناحية للمجتمع بيشوفوا فيها ده مش ده في معظم الوقت مش حقيقي مش صحيح، بمعنى أنه مثلا الدراسات أثبتت أنه تأثير الأب في تربية الأبناء وفي نضوجهم وفي نجاحهم النفسي، وحطي تحتها 100 خط نجاحهم النفسي. أتفق مع حضرتك جدا يعني على فكرة. سوي الدراسات اكتشفت انه الاب دوره مهم. طيب احنا عايزين نوعي الاهالي والاسر والاباء بالكلام ده، عشان كده المبادره نشات عشان خاطر ان كل طفل يكبر من خلال اب ناضج ناكر للذات مسؤول متاح ومكرس ومتعلم وفاهم. ادوار كتيره قوي الاب المفروض يعملها. المجتمع بيزقنا على ايه؟ هو ده اللي كتير مننا اي حاجه في حياتك ممكن تلاقي ان هي مش اصح حاجه، بتلاقي ان هو ما كانتش فكره عندك، دي فكرة ألقاها عليك المجتمع إنه الأب أنت أهم حاجة تلبس حلو تدخل مدارس كويسة تأكل طبعاً. تعيش وتسيب بقى التربية دي الأم مدرسة، بيبقى عنده لستة كده عايز يعملها وخلاص. لا وهو بيبقى حاسس إنه طب خلاص يعني شايفين إن أنا دوري في الفلوس عمل واجبات أنا هجري تمام. وهشتغل، بس لما أرجع البيت بقى محدش يفتح بقه معايا، استريح وانام والعيال ما تعليش صوتها وأنا بقى رايح شغلانة التمارين دي بتاعت الأم مش الأب. انما احنا ايه الهدف من 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 ان احنا نقول للاباء ارجوك راجع دورك كويس كذا حاجه، مش ان ابنك بس يطلع كويس، يعني اللي هو ايه ما الله يخليك تعمل معروف في ابنك، لا احنا بنقول للاباء ارجوك اعمل معروف في نفسك. صح، عشان لما تكبر هيفوتك كتير قوي وفي حاجات ذكريات كتير جدا هتفوته بينه وبين اولاده. طبعا بالظبط، وقلبك ما يتوجعش. حضرتك انا عايز اقولك انه الناس بعد ال 50 و 55 في المسابقه ما تصحيش بتقولي عليها دي، اسألي الآباء اللي هتقدم في اللي هيقول لك أنت إيه أكتر حاجة توجع قلبك؟ يقول لك أنا من ساعة لما خلفت أكني حطيت قلبي ده في إيدين ابني، يا يكسره يا يدفيه.
يا يكسره يا يدفيه، بس ما اقدرش اسيب ابني للمجتمع، ما انا لازم اكون متداخل. بس خلينا ابقى معلش، خلينا بس نبقى على ارض الواقع شويه. لا، في اباء سايبين او رامين ولادهم خالص وما بيسالوش عليهم وما يعرفوش عنهم اي حاجه، ده موجود وده موجود. ده المعظم، ده المعظم. ما انا عارف، انا بس بقول لك الناس بتكتشف ده امتى؟ بعد ال 55 60 سنه. اقول يا ريت الوقت كان يرجع بيا، كنت قضيت وقت مع عيالي. بس بيكون حصل جفاء شديد بينه وبين ولاده. مظبوط. المجتمع قاعد يزقني بره البيت، ومش بس ساعات المجتمع، يعني عشان ما تحملش قوي على الراجل، ساعات الست بتبقى احساسها ايه، انا سبع رجاله في بعض، انا هعرف اعملها، مالكش دعوه انت. لا، ثانيه واحده هقاطع حضرتك. هي الست ما بتعملش كده برضو من نفسها، هي انا مش بديها مبرر، هي بتبقى غلط، بس عارف حضرتك بتعمل كده ليه؟ عند الاثنين بيعندوا في بعض، اتطلقوا، هو الاب ما بيصرفش. طب والله ما انت شايف عيالك، روح شوف عيالك بقى بالمحكمه، ولا شوفهم رؤيه. فهو برضو بيبقى، والله ما قصدي اجي على الراجل خالص، مش والست في الحاله دي على فكره انا ضد الموضوع ده، يعني مهما كان حتى الاب ما بيصرفش ما تمنعهوش عن ولاده، يعني ده حق من حقوقه. هارفارد يونيفرسيتي عملت دراسه في مجتمعات العالم كله، مش بس امريكا ولا مصر ولا مش دول عالم فقيره او دول عالم غنيه، اثبتت انه مشكله العالم، مشكله البلاد الاساسيه مش في التعليم، مش في الفقر، مش في الاجرام، انما اساسها الاسر المختله، بيقولوا عليها كده ديس فانكشنال فاميلي، الاسر المختله، واساسها غياب الاب وجهله بدوره ان هو مش موجود. بس ارجع تاني اقول لك على حته الام، يعني الام بتبقى ساعات مش مقتنعه بطريقه تربيه الاب، وحاسه لا انا اللي عارف العيال اكتر، وده مظبوط، هي عارفه العيال اكتر، عارفه صحيوا امتى، ناموا امتى، كلوا امتى، عندهم امتحانات امتى، بس ساعات بتبقى حاسه انه لا انت مش هتعرف تربيهم، خليك انت في اللي بتعرف تعمله، ادينا الفلوس، انت اي تي ام بالنسبه لنا. والحقيقه بقى لما يوصل الولد او البنت 12 13 سنه تلاقيها بتصرخ، انت فين وسايبنا يا ستي؟ انا كل مره كنت بحط ايدي كان بيتزعق فيا، كان بيتشخط فيا، كان اللي هو مالكش دعوه بالعيال، انا دول مسؤوليتي، انت انزل اشتغل بس، ما تصفرنا زي بقيه الناس. استاذ باسم، طب انت من راي حضرتك ان الاب هنا من سن الصغر يرفض ان الام دايما ان هي تعترض على وجود الاب او تربيته، او مثلا بعض العادات اللي ممكن يكون بيعملها قدام ولاده فهي مش عايزاه يقرب منهم، وبعد كده تيجي تشتكي عند سن 13 و14 تقول طبعا السن مراهقه صعب جدا لازم وجود اب، انت شايف هنا ان الاب يرفض ولازم يثبت وجوده من سن الصغر، ولا لما تحتاجه بقى عند 13 سنه يبتدي يتدخل في تفاصيل الاطفال او المراهقين دول؟ رايك انت ايه؟ ردك انت على السؤال ده ايه؟ انا رايي في الاول مفيش رفض ولا ايجابيه. المهم والاساس هو التعليم، محدش علمنا ازاي نكون اباء وازواج ورجال. صح، مظبوط. في فرق ما بين يعني ايه تبقى راجل ويعني ايه تبقى ذكر. ذكر دي بتتكتب لك وانت عندك يومين في شهاده الميلاد، انت ذكر. بس راجل دي لما بتكبر في فرق. في ناس بقى لسه مكمله في الذكوره وما بقتش رجاله لسه، فانا محتاج افهم، يعني افهم ولادي والمجتمع ووزاره التضامن تعلمنا يعني ايه راجل. صح. تعلمنا يعني ايه ابقى زوج، وان انت يوم ما انت كمان واجباته بتكون مهمه جدا. يوم ما بتتجوز بيقولوا عليها كده جمله تعبير صعب شويه، بس يقول لك بتحفر قبر انانيتك. يعني ايه بتحفر قبر انانيتك؟ يعني انا بتجوز خلاص، انا دخلت في شراكه حياه مع شخص اخر، هعمل على اسعاده وهو هيعمل على اسعادي، بس مش هدور على ازاي تسعديني انا، لا انا بدور في الجواز ازاي اسعد مراتي، وهي كمان بتدور ازاي تسعدني، فبالتالي الحياه تبقى مكتمله، وبعدين افكر ان انا اخلف، ولما اخلف اشوف احتياجات ابني ايه وهو عنده سنه. طبعا ده كلام جميل جدا. من الاب واحتياجاته. طيب. من الام. فالتعليم هي رحله تعليم فعلا، احنا بس مش فاهمين، محدش علمنا، ما حدش علمنا احتياجات اولادنا العاطفيه والنفسيه. يعني اعتقد احنا من خلال الاعلام لينا دور كمان. طبعا. وزاره التضامن الاجتماعي ان هي برضو من خلال مبادره الاب القدوه، اعتقد ان دي ممكن حاجات كلها توعويه وتخلي ان بقيه الابهات او باقي الابهات اللي هم مش مشتركين في المبادره، او يعني مش عفوا المسابقه، يبقى عندهم يعني منافسه كده شريفه وان هم يشتركوا بافعالهم. بشكرك. شكرا. عايزه خبر حصري، اقول لك خبر حصري قبل ما تقفلي. يلا بينا. احنا بالصدد او بنحاول نشتغل مع وزاره التضامن ان احنا نطلع قانون ان قبل ما تطلع شهاده الميلاد كاب وكام لازم تاخدوا زي كورس تعليمي، ولا وحتى في اربع خمس ساعات، عارفه زي لا انا مش هيكفيني المكالمه، انا عايزاك تيجي تنورنا هنا بجد. احنا يعني نظبط مع حضرتك حلقه الاسبوع الجاي، تيجي تنورنا نعرف بقى تفاصيل الخبر الحصري لينا ده.
تحت امرك. خلاص ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ باسم عبد الملك، مؤسس مبادره العالم يحتاج الى اب. خليني على فكره مروه، انا مبسوطه جدا بالحاجات دي، لان يمكن لما سالت استاذ باسم اول سؤال وقلت له انت شايف ان الاب مظلوم، قال لي هو مين اللي ظلمه؟ للاسف ان المجتمع هو اللي ظالم، او هو صح. اللي مطلع صوره الاب غياب دايما مستمر. احنا دايما بنشوف الاب في غياب مستمر، دايما بنشوف بس ايه، انا مدخله مدرسه كذا، انا بديله فلوس كذا، انا بجيب له موبايل كذا، هو ده وجود الاب. بس احنا بنتكلم النهارده ان وجود الاب يا جماعه مهم جدا. يمكن انا بنقول لكم ده من تجربه شخصيه، الفقد يعني انا فقدت ابويا، الحاجات اللي هي ممكن تكون يعني ما بتعوضناش عن الاب تاني. فدايما احنا بنقول لكل الناس، الام اللي بتحرم ابنها او بنتها من ابوه عشان خاطر اي حسابات شخصيه، احنا بنرفض الكلام ده. حتى لو بنقول ان انت عندك مشاكل، انت عندك عند، هو مش كويس، هو خلاص، هو ربنا امر انه ده يبقى ابوه. فاحنا دلوقتي بنقول ان الام والاب علاقتهم غير الابن والابنه، ولازم طبعا كل ام النهارده ما تحرمش ولادها من ابوه لاي خلافات شخصيه او حسابات بالزبط. شخصيه. طيب خلينا نروح بقى لخبر تاني. والمجلس القومي للمراه اطلق مشروع انهاء العنف ضد النساء والفتيات في مصر، ده كان بالشراكه مع الوكاله الأمريكية للتنمية الدولية. المشروع هدفه إيه بقى؟ هدفه التغييرات الإيجابية لمناهضة العنف ضد المرأة والبنت أو الفتاة. وده كان على هامش إطلاق المشروع للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. الحقيقة زاروا معرض المصرية. تعالوا نشوف مع بعض ونرجع لحضراتكم تاني. مع بعض المشروع، ودلوقتي بنتكلم عن فقرات كتير، نماذج نسائية حققوا نجاحات كبيرة في الحقيقة في مجالات كتيرة. معانا النهاردة برضو رحاب علاء الدين، مصممة رسوم متحركة وفن الكتاب، وبتعمل الحقيقة كتب مجسمة معمولة هاند ميد وناجحة جدا. فأنا طبعا بحيي كل الستات المصريات اللي بيعملوا حرف يدوية جميلة، وبيبتدوا ان هم كمان المشاريع دي من خلالها ان هم يصرفوا على نفسهم، فدي حاجة طبعا احنا بنحييها عليها اكيد. طيب النهاردة بقى كلها زي ما احنا او انتوا شايفين معانا كلها حاجات نماذج جميلة، نماذج حلوة. النهاردة معانا فقرة لطيفة جدا لبنوتة عندها تقريبا 23 سنة أو 24 سنة. هي مين؟ هي مريم البدوي. مريم البدوي هي لاعبة المنتخب المصري في التزلج الفني. إيه هو التزلج الفني ده؟ دي رياضة أو اسمه الباتيناج الإيقاعي. إيه تفاصيله وإيه حكايته؟ هنعرفه مع مريم. كمان مريم إن شاء الله اتأهلت لبطولة ألعاب التزلج الفني لعام 2024. دي هتبقى في إيطاليا في الفترة ما بين 6 ل 22 سبتمبر. هتكون إن شاء الله فقرة في ضيافتي أنا، وخليني أقول إن إن شاء الله إن شاء الله مريم تروح وترجع وترفع اسم وعلم مصر تاني. يلا بينا نطلع فاصل. طلعينا فاصل. طيب كده خلصنا كل كلامنا في الإنترو، هنروح لفاصل قصير وبعد كده نرجع تاني نبدأ أولى فقراتنا الحوارية. خليكم معانا. يعني خلينا نبقى متفقين ان مصر دايما ولاده بالمواهب الشابه، عشان كده احنا هتكون ضيفه فقرتنا او بطله بقى فقرتنا زي ما بنقول النهارده هي لاعبه المنتخب المصري في التزلج الفني مريم البدوي. مريم اتاهلت لبطوله العاب التزلج الفني العالميه، ده من ضمن دوره العاب الاسكيت العالميه 2024 اللي ان شاء الله هتقام في ايطاليا في الفتره ما بين 6 ل 22 سبتمبر اللي جاي ان شاء الله. تفاصيل بقى عن اللعبه ويعني ايه تزلج فني وحاجات كتير من مريومه. يا مريم اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. يعني خلينا في البدايه كده، ايه التزلج الفني عشان بس الناس برضو تبقى فاهمه الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها؟ اوكي، هو بالعربي كده باتيناج ايقاعي، ده يعني بنسميه كده في الباتيناج اللي هو بتاعنا العادي. عادي اربع عجلات ايقاعي، ده اللي هو ايه زي الباليه مثلا؟ احنا زي الجمباز بالظبط، زي الجمباز الايقاعي، بس احنا بالباتيناج زي الايس سكيتنج كده لو كنتوا بتشوفوا على التلفزيون. طبعا
بيلعبوا على الايس. بس ده صعب قوي على فكره، صعبه جدا، مش حاجه سهله. يعني الباتيناج العادي اللي هو كلنا واحنا صغيرين كنا بنلعب باتيناج وكنا بنتقلب وبنتعور وكده، البدايه بقى كانت ازاي؟ انا مامي كانت بتحب الباتيناج قوي هي صغيره، بس طبعا كلعبه زي ما حضرتك قلتي. فانا كنت بتمرن جمباز، وبالصدفه كان دايما بشوف البنات بيلعبوا بالباتيناج في النادي، ودي كانت حاجه الصراحه بتبهرني جدا. حاجه يعني صعبه على فكره، اصلا مش حاجه سهله حد بيلعب. فكنت بفضل اتفرج كتير قوي قوي، لان الملعب بتاع الباتيناج كان قدام الجمباز بالظبط، فانا كنت بطلع من تمرين الجمباز واقعد بقى اتفرج. ففي يوم من الايام بالصدفه جالي هديه في عيد ميلادي وكانت باتيناج، ومن ساعتها كنت خلاص. مين اصعب، الباتيناج ولا الجمباز؟ دي حاجه صعبه الاثنين رياضتين، بس اعتقد الاثنين بياخدوا وقت كتير قوي قوي، ما ينفعش نقول ايه. انا اعتقد ان الجمباز انت بتبقي لابسه عادي يعني الشوز بتاعتك، بس برضو الباتيناج دي برضو احنا انا فاكره ان انا وانا صغيره كنت بلبس الباتيناج ده، بس بقع وبتكعبل يعني، برضو الموضوع مش سهل يعني. هو كده كده مش سهل، احنا يعني اول خمس ست سنين بتفضلي توقعي، انا لحد النهارده بقع. بس في حاجه اسمها ماسل ميموري، يعني باي تايم بتعرفي ازاي تواجهي الارض. دي اول حاجه متعلمه في الباتيناج، ازاي تواجهي الارض، لان انت لو مش بتعرفي تقعي يعني دي مهاره سكيل بتكسبيها. ولازم يبقى الارض ليها مواصفات معينه. احنا بنلعب على بلاط، وممكن بلاط باركيه خشب كده يعني. ده بتهرجي بس، ده انتوا الوقعه يعني. طب ما فيش موقف حصل لك مثلا هو كنت في بطوله، كنت في حاجه ووقعتي وقعه اللي هو خلاص مش قادره اكمل؟ في البطوله ما ينفعش اقع وافكر بالطريقه دي. احنا في البطوله يعني مخك بيبقى بروجرام، ده انت اول ما تقومي على طول. فمهما كان الوجع، مهما كان ايه اللي حصل، انت مش هتحسي قوي. بس في التمارين اكيد في وقعات. اكيد طبعا. من سن كام يعني مثلا، هل ممكن حد سنه كبير شويه يبتدي في لعبه الباتيناج الايقاعي او التزلج الفني؟ للاسف لا. لان احنا زي الجمباز قلت لحضرتك بنحتاج فلكسبيليتي و يعني وجسم طبعا، زي ما انتوا شايفين مريومة كده جسمها جميل ورفيع ورشيق، ما ينفعش واحدة مليانة تلعب باتيناج ايقاعي. هو مفيش حاجة هتمنع، بس طبعا كل ما كنتي اخف كل ما هتعرفي تنطي اكتر، وبيحتاج وقت كتير قوي في الجيم. احنا شايفين اهو معانا فيديو، شايفين ايه ده صعبة جدا على فكرة. لا 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 لا، مامتك كانت بتشجعك. انت متهرجيش، هو ده انت؟ ده فين ده؟ احكي لي. طب الفيديو ده فين؟ دي في التمارين في النادي. ده تمارين. امال انت في البطولات يا حبيبتي بتعملي ايه؟ طب قولي انت ابتديتي من سن كام؟ دي كانت بطولة العالم. اوكي. في كولومبيا. دي كانت فين دي؟ في كولومبيا 2023. طب مستعدة لإيطاليا؟ اللي انت بقى ان شاء الله خلاص، ده انت قدامنا مفيش اقل من شهرين. شهرين. الاستعدادات عاملة ازاي؟ يعني بتعملوا كامب مثلا او معسكرات او صبح وبالليل قبل بطولات العالم؟ بيبقى ساعتين الصبح 3 ساعات بالليل، وفي النص الجيم كده يعني، فبيبقى طبعا ارهاق. نظام غذائي بقى ماشي عليه؟ اكل مفيش محاشي، مفيش مكرونات، مفيش لا يعني مفيش؟ لا في بجد، بس يعني ايوه ادينا امل كده. في بس يعني اهم حاجه ان انا ببقى عارفه الكميه اللي انا باخد منها وكده كده. وانا لما بتمرن 6 ساعات انا لو اكلت دي كرومي خلاص. خلاص انت بالظبط يعني. طب ده لو في بطوله. تمام. لو ما فيش بطوله بتتمرني قد ايه في الطبيعي؟ بنزود جيم اكتر. احنا بنتمرن يعني 4 حاجات. احنا تمريننا بيبقى زي مثلا في فلكسبيليتي زي الجمباز بيبقى 2 مرات في الاسبوع، وفيتنس 3 مرات في الاسبوع، وجيم 2 مرات، فغير بقى تمارين الباتيناج نفسها. فايام يعني ما فيش بطولات وكده بنزود بقى بره الملعب اكتر ما احنا بنبقى جوه الملعب، وممكن نبقى 4 ايام في الاسبوع. في ولاد معاكوا في اللعبه دي ولا لا كلكم بنات؟ قليل قوي في مصر. قليل في مصر قوي. اعتقد ان اللعبه دي برضو مش واخده حقها قوي هنا يعني، زي في العاب ما كانتش واخده حقها. لا ابتدت بصراحه، لا يعني حاجات للاسف احنا مش واخدين حقنا فعلا. بس ريت لي لو حضرتك بتمشي في الشوارع كلها بقت الناس بالسكيتنج يعني بيلبسوا سكيتس ويجروا، فدي حاجه خلاص الناس كلها بتعرف ايه هو السكيت. وانا ملاحظه ان بجد العدد كبر قوي بالذات السنه دي. اوكي. طيب خليني اسالك عن البطوله بقى في ايطاليا. بتبقي دارسه اللعيبه يعني مثلا في ماتشات الكوره كل واحد بيبقى دارس يعني بنشوفها. انا ما بفهمش طبعا يا جماعه في الكوره، لكن مثلا كنت بشوف مثلا في الماتشات بتاعه مش عارفه كان ابو جبل يقف يقول لك اصل ده هيجيبها هنا فانا هروح. كل واحد ليه مهاره، بتبقي دارسه برضو مهارات زمايلك ولا لا دي ملهاش علاقه؟ لا ببقى مركزه مع نفسي. مع نفسك؟
اوكي يعني لان كل واحد بيبقى فيه سكيلز كتير قوي, فكل واحد بيشوف هو متميز في ايه ويحطه. بس ما ينفعش مثلا اللي قدامي داخله بحاجه وانا ادخل بنفس الحاجه دي لو انا مش متميزه فيها قوي, لان ممكن درجتها تحسب زيرو فاخسر كل اللي كان ممكن. طيب لما روحتي كولومبيا فكانت في دول كتير اكيد مشاركه كده. مين اكتر بلد لا انت قلقانه منها من البنات المشاركات يعني؟ هو للاسف يعني اسبانيا وايطاليا. محدش هيشوفنا ما تقلقيش. اسبانيا وايطاليا مكتسحين عندنا في اللعبه. اسبانيا اه يعني ليه بقى؟ هل عشان مثلا هم اجسامهم رفيعه قوي, مهاراتهم؟ لا خالص. إيه؟ علشان هم بيهتموا باللعبه دي من زمان قوي وهي اخد حقها عندهم جامد جدا, وفي سبونسرز من كل حته وبيتعمل لهم يعني ماركتنج محترم. في دعم من الدولة, في اهتمام. ما هو احنا والله برضو بنطلب بجد يعني من ان يبقى في زي ما كل الالعاب دلوقتي بقى في اهتمام كبير جدا من الدولة ومن وزارة الشباب والرياضة. دي لعبة من الالعاب المهمة, وهي كمان خليني اقول ان هي اصلا هي في الاول كانت هواية يعني ما عند الناس كلها, عند الاطفال او عند الشباب زي ما انت قلتي في اول في عيد ميلادك جابوا لك هديه باتيناج, فهي اصلا كل الاولاد دلوقتي اعتقد ان هم بيحبوها. وانا بتكلم معاكي في الفاصل قلتي لي ان الباتيناج ده كذا نوع. ايه الانواع بتاعت الباتيناج؟ اوكي في مصر دلوقتي اهم ثلاث لعب هو الباتيناج الايقاعي والهوكي, ده زي ماتشات, وسبيد. سبيد اللي هو سباقات السرعه, ده من غير اي حركات او اي حاجه. سباقات السرعه زي التراك, زي العاب القوه بالظبط, بيفضلوا يجروا واللي هو كيلو 400 متر كده. وقلت لي ايه والباتينا والهوكي؟ هوكي هوكي باتيناج. صعب برضو ده, مش سهل صراحه. ما فكرتيش تدخلي انا اصلا ابتديت كلاعبه هوكي اصلا. انت ايه ما عملتهوش يا مريم؟ هتتحزي يا حبيبتي دلوقتي مش كده. طب اصعب نوع ايه فيهم, الفني ولا الهوكي ولا قلت لي التاني ايه؟ سباقات السرعه. سباقات السرعه ده اعتقد مش صعب قوي. هو كل الرياضات صعبه, بس يعني هما في الاخر الليفل اللي انت هتكمبيت فيه هو ده اللي هيحدد. يعني انا لو بلعب بس كده فور فان عادي اللعبه كلها هتبقى سهله, بس لو انا عايزه انجح بره واطلع بطولات عالم وكده فاللعبه ساعتها هتاخد شكل تاني خالص. زي ما قلت حضرتك هي دلوقتي بقت رياضه بالنسبه لي, هي مش لعبه. ممكن وانا صغيره لما ابتديت بالباتيناج كانت لعبه, بس دلوقتي ممكن توقفي الرياضه دي وترجعي تلعبيها تاني؟ ما ينفعش. لا عموما يعني ممكن حد يتوقف, لا حصل له اي ظرف مثلا يوقف شويه ويرجع له تاني ولا لا؟ خلاص ما ينفعش اكيد. بس يعني لفترات صغيره مش سنين يعني. ما ينفعش سنين, لا هتنسى للاسف. احنا لعبه بتتطلب ان انت تلعب يعني يوميا. لما بناخد اجازه اسبوعين بحس ان انا مش فاكره حاجه. ايوه ما هي اي حاجه في الدنيا محتاجه ممارسه. أكيد. اللغه الانجليزيه محتاجه ممارسه. بالزبط. الكمبيوتر محتاج ممارسه, اي حاجه محتاجه ممارسه. طيب انت دخلتي ازاي اصلا بطوله العالم؟ يعني اترشحتي ازاي؟ عملتي ايه يعني عشان الناس اللي بتتفرج علينا والبنات طبعًا. والشباب الصغيرين. انا من زمان قوي كنت دايما مامتي بتفرجني على ابطال العالم في الايس سكيتنج على يوتيوب وكده. فكنت برجع من المدرسه ما كنتش اتفرج على كرتون, انا كنت بتفرج على ابطال العالم. فيمكن من كتر ما انا كنت بتفرج عليهم كان جوايا حته كده اللي هو كنت ببليف جدا ان انا ممكن ابقى زيهم, بس اكيد ما كنتش عارف ان انا ممكن اوصل لحاجه زي دي لما اكبر, لان ما كانش في اي حد مصري طلع قبليا, فما كانش عندي اي رول يعني. انت اول مصريه تطلعي في 2019. بس انا ما كانش عندي اي رول موديل, او ده اصلا ما كانش حاجه ممكنه. ففي 2015 كده مدربتي مروه عفيفي في النادي قالت احنا هنطلع اول بطوله بره ومحتاجين, قالت كلمه مامتي قالت لها احنا محتاجين مريم معانا, وعملوا لي تيست وفعلا اتقبلت. ومن ساعتها لما ابتدينا نحتك بره ساعتها ابتديت اشوف يعني اللعبه بقى بجد قوي, وابتديت اشوف ابطال عالم في بطولات دوليه عاديه جدا بيلعبوا, فكنت ببقى عايزه ابقى زيهم. فكنا مثلا كل صيف لما بنطلع نسافر بره ونرجع كنت بتمرن كتير قوي في الصيف, لان انا كنت ببقى خلاص انا شايفه نفسي. انت عندك تارجت معين عايزه تعمليه؟ يعني حتى لما كنت بقول لاصحابي اللي معايا في الفريق ما كانوش بيصدقوني, اللي هو ممكن يضحكوا يا مريم يا سلام يعني هتطلعي بره ما هتبقي بطله يعني يا ستي. هم دول بقى اعداء النجاح. والله العظيم بجد. لا مش قصدي, بس دايما في ناس بتحب مش بتحب, مش هما طبعا ربنا يخليكوا لبعض, انا قصدي اللي هو ايه لما حد يقعد يعني مامتك مثلا لا كانت بتدعمك وكانت بتساعدك وكانت بتشجعك. انا بطلب والله كده من كل الناس ومن الصحاب ومن الاهل والجيران وكل الناس. لا بالعكس, لما نشوف عند حد موهبه انا انميها له واشجعه, ما اقعدش احبط فيه. أكيد. صدقيني ده هياثر عليكي انت داخليا. اي يعني في العروض او في التدريبات او كده, رياضة التزلج الإيقاعي ده أو الباتيناج الفني, خلينا بقى نتكلم باللغة العادية بتاعتنا, بتحتاج بقى لبس واستعراض وحركات وإيقاعات وحاجات كده كتير.
هل انت بتتدخلي مع المدرب في الحاجات دي ولا لا انت سايبه كل حاجه للمدرب؟ لا انا بتدخل طبعا. بتتدخلي لان يعني انا ممكن اكون ببريفير حاجه واللي جنبي ببريفير حاجه، فانا بشوف مثلا المدرب بيديني اوبشنز وانا بختار، بنختار مع بعض. يعني احنا بيبقى عندنا زي كوريوغرافر او مصمم اللي هو الجمل فده بنتكلم معاه وهنلبس ايه وهنعمل ايه وكده. اوكي طيب، الناس طبعا اللي بتشوفنا دلوقتي ممكن تقولك ايه، ايوه ما هي مريم تلاقيها بتدرس اي حاجه اي كلام، ما هي ما اعرفش ايه. عايزين نقول للناس بقى انت كنت بتدرسي ايه وبتعملي ايه وبتدرس على فكره كليه صعبه مش سهله، وكنت بتتمرني وقت الدراسه ولا لا؟ انا طول حياتي بتمرن وقت الدراسه. انا اتخرجت من اسلاسكا بزنس انتليجنس وهي جامعه الفرنسيه في مصر. انا بتمرن باتيناج من وانا صغيره، او عامه رياضه، كنت بتمرن سباحه وجمباز باتيناج من وانا صغيره قوي. ف يعني اتعودت من وانا صغيره هوفق ما بين دراستي وما بين يعني كمان انت مامتك وباباكي ما قالولكيش مثلا ايه لا الدراسه لا وخلصي وبعد كده؟ كانوا بيشجعوك؟ كانوا بيشجعوني. برافو والله، اصل في اهالي كتير انا منهم اقول له لا خلص وبعدين ابقى اعمل اللي انت عايزه. انا بخاف يعني، انا بطبعي أنا بخاف على انه ممكن. وخلي بالك هي قدرات، هي فروق فرديه، يعني انت ممكن عندك مقدره ان انت تعملي ده وده، غيرك ما عندوش. كمان بلس ان البنات او الستات بيقدروا يعملوا 70,000 حاجه في وقت واحد، الولاد انا عندي ولد، فالولد هو حاجه واحده ولو عملها يعني زي ما نقول ولو فلح يعني. فانت لا بجد برافو عليكي، وبرافو ان مامتك وباباكي كمان شجعوكي. نفسك في ايه يعني اللي هو زي ما انت كده قعدتي تحلمي واصحابك قعدوا يهبطوا من معنوياتك، انا مش ههبط بالعكس، انا هنقعد نتخيل دلوقتي. نفسك في ايه يعني، ايه اللي بتفكري فيه اللي هو ياه لما مريم كده بتبقى قاعده سرحان اللي هو ياه والله لو حصل كذا 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 ايه بقى؟ نفسي اجيب اول ميداليه لمصر في كاس العالم. الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هتجيبيها. بجد والله ان شاء الله هتجيبيها، بس تجيلنا هنا وعد بقى ان انت اما تجيبيها ان شاء الله اول ناس تجيلنا. اكيد اهي مريم قالت اول ناس هتجيلنا هتبقي انت معانا هنا. أكيد. طيب خلينا نتكلم كمان عن الـ 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 البطوله برضو، موضوع صعب وتوتر، ومهما انت بينتي انه لا او عادي اكيد انت من جواكي متوتره. بتستعدي ازاي؟ بتعملي اللي انت خلاص انت فيري فيري سون، انت بتتكلمي في اقل من شهرين، صح؟ بتعملي ايه؟ اهلك طالعين معاكي؟ انت طالعه لوحدك؟ احكي لي بقى الاستعدادات. يعني احنا لسه ما اعرفش اهلي طالعين معايا ولا لا، بس احنا دايما بنطلع لوحدنا من وانا عندي 14 سنه وانا بسافر بره مصر. واهلك ما عندهمش مشكله اصلا؟ ممنوع. يعني احنا بنقعد في اوضه لوحدي خلاص، انا مش بوصل لمامتي ولا بابايا غير بعد البطوله. ما بيعرفوش عنك حاجه؟ لا بيبقى عارفين من مدربتي، بس انا ما ينفعش اللي هو امسك الموبايل كل شويه اكلمه، ده مش صح. زي معسكر يعني، معسكر هم هيتوتروا، فانا ممكن احس التوتر ده بره مصر، فمش هينفع. فحتى لو هم سافروا معايا فانا هكون في اوتيل وهم انت في حته ثانيه، انت في حته هم في حته. بالظبط. مريم انت ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله تاخدي تجيبي لنا الميداليه وترفعي اسم وعلم مصر بره مصر، وهنبقى احنا كمان متابعين معاكي من خلال هو غنى، ومتابعين مع والدك ووالدتك. بشكرك شكرا جزيلا مريم البدوي لاعبه المنتخب المصري في التزلج الفني او الباتيناج الايقاعي. بشكرك يا مريم. ميرسي. شفتوا بقى البنات الحلوين، يعني فعلا البنت زي الولد مش كمالة عدد. البنات دايما عندهم إصرار وتحدي، ودايما أقول والله إن البنت لا عندها استعداد تعمل كذا حاجة، ومش بتعملها بس، هي بتعملها وكمان بتنجح فيها. إن شاء الله مستنين مريم ترجع وترفع علم واسم مصر. أكيد إحنا لسه مكملين محاضراتكم فقراتنا فهو هنا، لكن بعد الفاصل. الكتب المجسمة مهمة جدا جدا في مرحلة الطفولة، بيبقى ليها فضل كبير جدا على تشغيل دماغ الطفل او المرحلة العمرية اللي بيمر بيها، ازاي تعلمه ازاي تأهله ليه حاجات كتير جدا. النهاردة معنا ضيفة من طراز فريد بتصمم كتب معمولة بتكنيك الكات اوت، ده بيكون كتب مجسمة معمولة هاند ميد من قصاصات الورق وقماش وخيوط وخيش، وبيتم استغلال الأدوات دي المتاحة، يعني بالبلدي كده أو باللغة اللي احنا بنقولها ريسايكلينج، يعني بتحول كل الكلام ده
ليه كتب، هنعرف أكتر من رحاب علاء الدين مصممة رسوم متحركة، هنتكلم في تفاصيل كتير جدا عشان أنا مهتمة جدا بالفقرة دي، لأن فعلا الحاجة دي مهمة جدا جدا في سن الأطفال. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. الحمد لله. زي ما أنا اتكلمت معاكي في قبل ما نبدأ، أن الرسوم المتحركة والكتب دي مهمة جدا جدا للأطفال، وهي بتشغل دماغهم كده بطريقة سهلة وبسيطة وبتدخل على طول الدماغ. في البداية عايز أسألك ونتكلم بتفاصيل أكتر، إزاي مجال تصميم الرسوم المتحركة وفن الكتب شغل بالك في سن صغير كده؟ أنا أصلاً أوريدي متخرجة من كلية فنون جميلة، قسم جرافيك ديزاين، صعوبة رسوم متحركة وفن كتاب. لما جيت أعمل مشروع التخرج بتاعي، هو أصلاً كان في وقت صراحة صعب جداً، يعني كانت السنة بتاعت الكورونا، ولو مثلا المشروع كان بياخد شهرين فاحنا كنا المشروع بتاعنا تقريبا اسبوعين. كنت بمتحن في الوقت ده العملي، والعملي عندي في الكليه كل حاجه بقى، لا والعملي عندي في الكليه مثلا الامتحان بيبقى 18 ساعه و12 ساعه. في نفس الوقت انا كنت شغاله على مشروع التخرج، ففعلا هو كان صعب قوي بالنسبه لي. فساعتها اخترت ان انا اعمل مشروع التخرج بتاعي مش انيميشن، اخترت ان انا اعمل كات اوت فن كتاب. حسيت ان انا الانيميشن اوريدي منتشر، او مش في مصر يعني، مش منتشر ان هو صناعه مصريه، منتشر في قنوات تانية يعني اجنبيه، بس حسيت ان انا مرتاحه جدا للاطفال. اكيد جداً. طبعا مرتاحه اكتر. يعني شغلتي بالك وركزتي في ان انت في سنك صغير كده، وبتبصي ان حاجه تعليميه للاطفال او ازاي هيستفادوا بيها، عشان انا اوريدي شايفه، يعني شايفه نماذج حواليا، مثلا قرايبي او صحابي او كده، شايفه قد ايه الكرتون او الانيميشن شغل بالهم، مؤثر عليهم، مؤثر عليهم جدا بالظبط، والتيك توك والسوشيال ميديا وكده. طيب هنروح لحاجه او سؤال، يمكن الاسئله ان في ناس كتير قوي ما بتعرف لهاش جواب، يعني ايه فن كتاب وعباره عن ايه؟ فن الكتاب هو اي حاجه داخل الكتاب، سواء رسومات داخليه او الكوفر بتاع الكتاب، او وفن الكتاب مش لازم يبقى بالكتاب، يعني مثلا الجريده، النوفل، الكتاب، اي حاجه داخل جوه الكتاب احنا اللي بنعملها. لو جرافيك ديزاينر المتخصص في فن الكتاب، الرسومات الداخليه او الرسومات الخارجيه للكتاب او كده، او البوسترز او واتيفر، يعني البراندنج للكتاب. يعني بتصممي كتب معموله بتكنيك اسمه الكات اوت، وضحي اكتر يعني ايه الكات اوت. يعني في ناس تقول لك يعني ايه التكنيك انت تعمليه يكون هيبرز حاجه معينه او تدخل دماغ طفل. اوكي، هو المتعارف عليه ان الكتاب، انا مثلا بشتغل على التابلت او كده، او شغل يعني طباعه، انا اخترت كات اوت. كات اوت هو بياخد ستابس اكتر بكتير، بس الصراحه نتيجته بتبقى مميزه، يعني ان انا بشتغل كل حاجه هاند ميد كده كده. طبعا الستابل بتاعت السكتش، كان نفسنا نشوف الكتاب ونفتح صفحه كده ونتعرف ونعرف الناس ان لما بتفتحي او تكنيك الكات اوت ده بيبقى عباره عن ايه، فانا عايزاكي برضو تشرحي لي كده التكنيك ده يعني ايه. اوكي، انا في الاول مثلا برسم الصفحات او بتخيل الواتيفر، مثلا بقى الكتاب اللي انا هعمله، التوبيك اللي انا هشتغل عليه الاول، بدرس طبعا التوبيك ده تماما يعني، وبعدين برسم سكتشات، وبعدين بدل ما اشتغل بقى على التابلت وديجيتال وكده، احنا شايفين بالفعل شويه رسومات، يعني بدل مثلا شايفين مثلا الرسمه دي، عايزين نوقف كده على اي رسمه وبتصمميها وبتبقى ده كله معمول، ده كله معمول بالورق. يعني ده كله انا برسمه الاول سكتش بس، اتخيل الرسمه مبدئيا، وبعد كده بقى بالادوات المتاحه اللي عندي اللي انا حابه اشتغلها، بشتغل ده كله بالقصصات، الورق والخيش والقماش وكده، يعني ده كله معمول مجسم بالورق هاند ميد تماما يعني. حلو جدا، حلو جدا. وحاجه بعدين طبعا باخده بقى الستاب اللي بعديها، بيتصور يعني بظبط بقى عليه الكلام والحاجات اللي انا عايزه اظبطها، الاضاءات وكده. طيب شايفه ان الـ يعني الـ الاطفال نسيوا قصه الكتاب، ودايما مهتمين بالسوشيال ميديا وبالتيك توك وبالموبايل وبالجيمز والحاجات دي، شايفه ان انت محتاجين ان احنا نرجع الطفل يمسك كتاب، وحتى لو بشكل بسيط وسهل وبرسوم متحركه وحاجات مصممه جميله، يقدر ان هو من خلالها يشغل دماغ الطفل بيها، والام تساعده على كده، وننسى شويه قصه الموبايل والتابلت والكلام ده كله. هو كده كده احنا خلينا متفقين ان ده بقى امر واقع. صح، التيك توك والسوشيال ميديا والتلفزيون وكده، انا ما بقولش ان احنا نرجع بقى ايه بالظبط، انا ما بقولش ساعتين في اليوم، ما بقولش بالظبط ده اللي انا عايزه اوصله، ان احنا مش لازم نلغي ده تمام عشان احنا نبقى صادقين مع نفسنا، يعني بس على الاقل لا يعني يبقى في كتاب. وبرده مش اي طفل دلوقتي هيتقبل فكره ان هو يسيب الموبايل ويمسك كتاب، عشان كده انا حاولت الكتاب يبقى مختلف عن الحاجات اللي في السوق. كمان انا بعمل مثلا مع الكتاب
مجسم للكاركتر برضو بشتغله يا اما ورق يا اما كروشيه او كده بحيث ان الطفل يقدر يبقى فيه تغيير وتفاعل مع الكاركتر يعني الكاركتر نفسه كاركتر بيتحرك وكده بيبقى قادر ان هو يمسكه ويبقى فيه انتر اكت مع القصه ومع الكاركتر يعني القصص اللي بتكون موجوده يعني احنا دايما بنشوف الوان ولك الرسوم المتحركه بتبقى عباره عن ايه التوبيك بتاعتها بتبقى عباره عن ايه عمت بالنسبه لي انا مثلا انا دلوقتي انا اوريدي اشتغلت اتنين سلسلتين يعني سلسله خاصه بعلماء العرب وسلسله خاصه بقصص الحيوان في القران جدا طبعا حاجات كمان تعلم الطفل حاجات كتير وسهله وبسيطه بالزبط. والالوان والرسوم المتحركه والحاجات دي ممكن تجذب الطفل شويه بالظبط يعني اول كتاب عملته في السلسله بتاعت علماء العرب كان عباس بن فرناس اخترت ليه يعني بالذات العالم ده ان انا حسيت ان الاطفال كلها بتفكر في السوبر باور والقوى الخارقه وازاي يطيروا والحاجات دي فحسيت ان انا جبتها من البدايه خالص بالظبط حسيت ان انا كنت عايزه اجيب بقى فكره الطيران دي من البدايه خالص ازاي اصلا يعني حد عارف يعني ايه طيران وازاي يفكر في الطيران بالظبط فانا بحاول اجيب الحاجه من الاساس واوصلها للاطفال بطريقه مبسطه يعني انا مبسوطه ان انت بتفكري في مضمون مختلف ومحتوى قوي جدا وبادئه من البدايه قوي وعايزه كمان توصلي ده لكل الاطفال طب عايزه اعرف الكتاب بياخد معاكي وقت قد ايه تقريبا لانه طبعا في تفاصيل كتيره قوي لا في تفاصيل كتيره جدا يعني رسم وقصص وطبق يعني في حاجات كتيره قوي لا في تفاصيل كتيره بلس ان انا كمان مثلا الكلام المحتوى اللي بيبقى جوه الكتاب انا مش حد بيعمله يعني مش بجيبه جاهز اوريدي يعني او بجيبه مع النت او كده انا اللي بكتبه فاصلا انا مش مشكلتي في الشغل قد ما مشكلتي دراسه الشغل يعني طبعا. الفتره اللي بتاخد مني وقت قوي اللي هي قبل اصلا ما ابتدي ان انا اصلا يعني استقر على الكاركتر ادرس كل بقى الازياء ادرس المباني في الوقت ده كانت عامله ازاي في العصر ده لان دي انا شايفاها مسؤوليه يعني انا هدي معلومه فلازم ابقى انا متاكده مليون في المية من كل تفصيله حتى لو في الرسمه مش في الكلام نفسه في المحتوى نفسه في الرسمه نفسها انا حابه ابقى فعلا ده العصر هو الطفل عايش كاركتر عايش العصر عايش الازياء عايش كل حاجه فما قبل الشغل هو اللي بياخد مني وقت الصراحه انا بشوف ان طبعا انت شغلك مميز جدا بس انا بشوف ان كل ام النهارده بيبقى ليها دور كبير انها تخلي في تفاعل بين الطفل وبين الكتاب ابرز الادوات والخامات اللي موجوده في اي بيت مصري وممكن الام تستخدمها في تصميم كتب تفاعليه مثلا الابن يقدر او البنت تقدر تتفاعل معاها وتقدر تنجذب وتشوف ان الحاجات دي وتسيب بقى الموبايل شويه انت شايف ايه الادوات اللي ممكن تكون موجوده في اي بيت واحنا بنستخدمها ابسطها قوي مثلا اللوحات اللي بتتعمل في الكلاسز وكده اللي بتطلب من الاطفال بيبقى فيه بواقي في بواقي ورق او السكتشات بتاعت الرسم بيبقى فيها بواقي انا ممكن اعمل من البواقي دي شكل مجسم عن طريق مثلا ان انا اعمل طبقات من الفوم والورق فانا بعمل شكل مجسم على حسب بقى الكاركتر اللي انا عايزاه الخيط علب الحاجات المشروبات الغازيه الحاجات دي كلها يعني لا في ادوات كتير جدا بس اللي عنده وقت الصراحه بقى واللي حابب يشغل دماغه يعني طيب زمان الكتاب كان ليه وطبعا ما زال بس هنقول ان برضو السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلى كل اللي عايز يشوف حاجه او يجيب حاجه او يرجع لحاجه يدخل على طول من خلال طبعا ايه مواقع التواصل الاجتماعي حسيتي ان انت حصل لك تحديات او صعوبات عشان انت النهارده في 2024 بتبداي حاجه كتب والناس بعدت عنها بشكل كبير حسيتي ان في انتقادات في صعوبات في تحديات كده ولا واجهتي ده كله ازاي؟ هو ما كانش في انتقادات بالعكس يعني ان انا اول كتاب عملته خد صدى كبير جدا ويعني وفئه الامهات بالذات هم اللي كانوا مبسوطين وهم معجبين بده جدا أكيد. تحديات وصعوبات لقيت في حاجات مثلا يعني مثلا بالنسبه للكتب الدينيه المراجعات الدينيه واللغويه دي بتاخد وقت بتبقى كمان خايفه جدا جدا بتبقي حاسه ان انت هتبقي مسؤوله عن كل كلمه انت بتكتبيها بالظبط والجهات اللي بتاخد بقى الكتب عشان خاطر تراجعها دينيا ولغويا ده بتاخد وقت معاها شويه فانا بضطر طبعا يعني بعد ما بخلص الكتاب بفضل مستنيه الكونفيرم ان انا انزله فدي بس انا حابه ان الموضوع يبقى يعني ابسط من كده ان الموضوع يبقى اسرع وابسط من كده مش ليا بس لاي حد في المجال ده ان هو يقدر يعني بدل مثلا ما ينزل كتاب مثلا في كل كام شهر يبقى فيه انتاج اكتر يعني طيب ايه الكتاب اللي عملتيه ولقيتي عليه رد فعل ما كنتيش متخيله يعني متخيله ان انت تشوفي ردود الافعال دي بتاع عباس بن فرناس ده كان اكتر حاجه يعني عمل صدى كبير جدا عند مين عند الاطفال نفسهم ان هم تفاعلوا ولا الامهات لا الاطفال والامهات شايفين دلوقتي الصور
انت حتى يعني عاملاه برسم رسومات كده وكلام. بالظبط. طب كلميني بقى عن الكتاب، عمل تفاعل ازاي؟ وشايفين برضو دي صور متاخده من الكتاب كله. بالظبط، دي صفحات يعني من الكتاب الداخليه. هو عشان القصه زي ما قلت لحضرتك ان هي مسمعه مع الاطفال، لمسة قوي الحته بتاعت الاطفال. بالظبط كده، فهي جات لهم في الصميم بقى. بالظبط، فهم عارفوا بقى ازاي الفكره، يعني الفكره بيفكروا كتير. بالظبط، الطيران اصلا ازاي بدا وازاي حد ممكن يطير، بس طبعا يعني ما انصحش ان حد يجرب اي حاجه في البيت. فدي كانت اكتر حاجه مؤثره، وبالنسبه لهم يعني مستمتعين بالقصه. يعني ايه اللي بيميز الكتب بتاعتك بتصميماتها عن اي كتاب تاني؟ انت شايفه ان اكيد كل واحد لما بيعمل حاجه بيحط عليه هليعه فيونكه كده من فوق، لازم تعملي حاجه مميزه عشان تستمر. شايفه الكتب بتاعتك ايه اللي بيخليها متميزه؟ الكتب بتاعتي الموضوع، هو الموضوع لو هتكلم عن الموضوع في كذا حد مثلا عامل حاجات قصه الحيوان في القران، بس مش بالتكنيك ده خالص. يعني انا قبل ما ابتدي نزلت قعدت اعمل سيرفي تقريبا، لفيت كل الاماكن اللي ممكن الاقي فيها كتب، ما لقيتش لا خالص. الموضوع مش مقتصر على قصه بتحكيها، انت عايزه تدخلي بالقصه يعني دي. لقيت في قصه حيوان في القران، بس انا كشخص كبير فتحتها هو حرفيا الصفحه كلها كلام، يعني الصفحه كلها ما في رسومات بسيطه جدا جدا. فانا ماشي، انا ممكن اقراها، بس ممكن طفل يقرا صفحه 2 سن الصغير، صفحه 2 هيجي بقى في الثالثه خلاص مش يعني فقد الشغف تجاه القصه. فانا ما كنتش حابه كده يعني. وبعدين القصه يعني هي مش للاطفال بس، يعني ممكن الامهات، انا كرحاب بيبقوا مبسوطين وهم الاثنين. انا كل مثلا قصه بدرسها زي ما قلت لحضرتك انا بستفاد منها حاجات، انا بعرف حاجات انا ما كنتش عارفاها قبل كده، معلومات يعني. بالظبط، لا انا في فعلا كل قصه يعني صممتها انا اتعلمت فيها حاجات كتير قوي. رحاب علاء الدين، مصممه رسوم متحركه وفن الكتاب، انت نورتينا النهارده وكانت فقره جميله، ومبسوطه جدا ان انت مهتميه بكونتنت او بمحتوى جميل ممكن يرجع الاطفال تاني ان هم يبقوا قاعدين في البيت مش ماسكين الموبايل، ماسكين كتب فيها محتوى بيقروها، زي مثلا قصص الانبياء او قصص العلماء. طبعا احنا افتقدنا الكلام ده، احنا بنشكرك على وجودك معانا جدا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين معاكم فاصل قصير وهنرجع تاني، خليكم معانا. حلقة بنكهة السوشي أو فقرة بنكهة السوشي. ليه؟ لأن النهاردة هنعمل سوشي، ويمكن مع ضيفي قبل ما نبدأ قلت له ده تفاصيله كتير قوي، يعني أنا اللي بحب الطبخ وبقف في المطبخ وبطبخ، لا يعني. ومؤخرا بقيت أكل السوشي الفرايد أو اللي هو المقلي، بس النهاردة بالحاجات الحلوة اللي أنا شايفاها دي أنا متأكدة أن أنا هاكله بالطريقة دي. مع مين؟ مع الشيف حسن حسين. يا شيف حسين، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله زي الفل. مستعد؟ تمام. مش مستعد قوي، وانا عارفه ان انت متوتر، بس بص ولا اكني ولا حد شايفك. كله هيبقى تمام ان شاء الله. هناكل ايه النهارده؟ احنا اول حاجه هنعملها احنا هنعمل سرد تونه. تمام، هي بتبقى هاف كوكت، يعني احنا مش هتبقى مستويه قوي ولا نيه قوي. تمام، بس ده يندرج تحت السوشي يعني؟ ده يندرج اصلا مستجده في السوشي. بالظبط، يندرج تحت السوشي. وايه كمان؟ وهنعمل رول هنسميه توبيكو. ماشي تمام، ده هنعمله شريمب الجمبري مقلي. طبعا المقادير قدام الساده المشاهدين على الشاشه علشان لو عايزين تكتبوا. جمبري مقلي وجبنه، وهنعمل سلمون، ومن بره صارف ومكلف النهارده ان شاء الله. يلا نبدا. تمام. طيب هتبدا بايه بقى؟ هنبدا بالسرد تونه. اوكي اوكي. التونه دي يا دوبك هتديها طشه كده، اسمها طح. انا هكلمك بقى بالبلدي بقى بالمصري يعني بتاعك. نص يعني سوا يعني. نص سوا. اي دي ينفع بحاجه تانية غير التونه ولا لازم بالتونه؟ لا ينفع في كل حاجه ينفع، يعني مثلا نوع سمك تاني او نوع السلمون ممكن. سلمون. اوكي، في حاجات ينفع تتاكل كده بتاخد وقت يعني؟ الحاجات دي بتاخد وقت؟ لا لا لا، على قد المكونات الكتيرة قوي دي ما بتاخدش وقت؟ ما بتاخدش وقت خالص، يعني احنا ممكن نعمل كذا ايتم في دقايق قليلة يعني، بس أهم حاجة طبعا الحاجة تبقى متحضر لها يعني. أيوه صح. عموما أنا عرفت أنت مكانك فين وأنا جاية لك. إن شاء الله. أنا ما أقدرش أقعد أعمل الكلام ده كله، لأن أنا كمان مش كيف التونة. اللي ما بيحبش التونة زي حالاتي هيحب ده ولا مش هيحبه؟ التونة من الأسماك اللي هي ممكن طعمها بيختلف لما بتبقى نية غير لما بتبقى هاف كوك ده او مستوي، طعمها بيختلف. ففي ناس بتحبها بتبقى احلى، يعني بيشوفوا ان هي
ممكن اصلا طعمها يغير ما يبقاش طعم سمك. انت كده بتعمل ايه بقى يعني؟ ده السرد ان انا بديها سرد. بالظبط، اللي هو بتغير لونها بس كده يعني. بالظبط، وبتبقى يعني هاف كوكد نص سوا. نص سوا بالظبط. اوكي، يعني انا طبعا انا الفقره دي مش هابدع فيها، لان انا ما بفهمش في السوشي نهائي يعني. حتى ما بطلع بروح مكان، عايز اقول لك انا ما اعرفش اسمائهم يعني، بجد ما اعرفش. اقول لصحابي اكتبوا لي الحاجات اللي انا بحبها، حاجه فيلادلفيا، ده الحاجه الوحيده اللي انا فاكراها، فيلادلفيا. الفيلادلفيا لان هي دي الوحيده اللي انا عارفاها. الفيلادلفيا من الحاجات اللي هي ستاندر. تمام، اوكي، وبتبقى موجوده في كل الاماكن يعني. في حاجات بتختلف من مكان لمكان، فيلادلفيا لا موجوده في 90% من الاماكن. من الاماكن وبنفس الاسم صح؟ نفس الاسم. طب دلوقتي غششني وغشش الناس اللي هم لسه مستجدين في السوشي زي حالتي، اما يروحوا مكان يطلبوا ايه؟ يعني ايه اكتر الحاجات اللي هي لا هتعجبهم هتبقى حلو غير الفيلادلفيا؟ طيب. احنا ممكن لو احنا هناكل حاجه على رتم فيلادلفيا، في ستاندر حاجات زي الكاليفورنيا. كاليفورنيا الستاندر ده عشان ده دي فرايد ولا برضو كده نية كده؟ لا هي رو، هي بس احنا لو بنتكلم حد لسه اول مره يجرب السوشي يبقى لازم فرايد. ايوه لازم فرايد عشان يبدا ياخد عليه حاجه. يبقى الكاليفورنيا واسمها ايه الثانيه؟ الفيلادلفيا والكاليفورنيا بالظبط. طيب قول لنا انت بتحط ايه ده بقى؟ ده افوكادو. اوكي تمام، مع كيوبس برتقال وعصير برتقال. ما روحوا اشتروه من بره يعني، ما تطبخوهوش. لا هو السوشي طبعا حلو، ممكن يتعمل في البيت. ما ينفع احط حاجات غير البرتقال ولا لا لازم البرتقال؟ لا مش شرط، هو احنا بنجرب الحاجه. انا هستاذنك، واحنا بنرغي لان انا رغايه، واحنا بنرغي هنشتغل ليه؟ علشان نطلع للمشاهدين انا عايزه الناس تشوف الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها. لا هو مش شرط، احنا ممكن نشوف الحاجه اللي احنا ينفع نجيبها، الحاجه المتوفره عندنا بالظبط، ونعملها مع بعض. بس انت عامل افوكا والبرتقال. مظبوط. اوكي تمام كده خلاص الطبق ده؟ لا احنا لسه احنا بس بنبني خطوه خطوه عشان أوكي. احنا ما نسيبش الحاجه يعني ايه حاجه مننا. طب انا ما ينفعش اكلها كده من غير اللي انت بتعمله ده؟ لا ينفع طبعا، يعني في ناس بتاكلها كده عادي. لان هي اصلا الستاندر بتاعها ان هي تتاكل كده نيه. بالظبط، بس احنا طبعا في مصر السوشي في مصر مختلف، ما تلاقيش فرايد بره مصر. بجد احنا في مصر الدوله الوحيده اللي بتعمل فرايد، ما اعرفش دلوقتي. ما احنا بنمصرها، احنا بنمصر الاكل، احنا بنقربها من المطبخ المصري. ايوه بالظبط تمام. حتى الجابانيز نفسهم اليابان ما بيعملوش مثلا، ما تلاقيش جبنه. احنا بنحاول نقربها للاكل اللي احنا ينفع عشان الناس بتقعد تقول لك ايه ده اكل ني، يعني هاكل اكل ني. هو الستاندر بتاعه اكل ني، في ناس بتحب تاكله ني. بس سمك التونه ده اللي انا عارفاه ان هو الناس اول ما بتصطاده اصلا هي بتطلعه بتاكله ني يعني. هو بالظبط، حتى هنا في مصر هو السمك اصلا التونه مش من نوع السمك اللي بيستوي بيبقى فيه زفاره. يعني لا هو السمك تيستو حلو. أوكي. تمام، فممكن احنا نبقى شغالين. واحنا بنعمل حاجه ممكن الطبق ده كده خلص ولا لسه؟ لا لسه احنا إيه؟ واحنا ممكن نصطاده وناكله على طول، مش هيبقى فيه اي مشكله. بس الفكره في ان الناس بتخاف، بس يعني بتقلق ان هو بالظبط مش متعودين حد ان احنا ناكل اكل ني. خلي بالك بالظبط، اصل لو جربوا هيلاقوا الموضوع سهل جدا يعني. طب وانت اتعلمت الكلام ده فين بقى؟ انا اشتغلت في مطاعم، حاولت يعني اجتهادات أتعلم. ذاتيه. لا مش برافو والله، مش دارس. برافو برافو جدا، بس فبقالي سنين يعني شغال. طب انت وانت بتعمل قول لنا بقى، بعمل كذا وبسوي كذا. طيب اوكي، احنا كده ده شبت بالظبط. اوكي ايوه، بس كده احنا حطينا التونه، عملناها سرت مع برتقال. الطبق ده بيتعمل له بكام بقى؟ الطبق ده ما بيتباع بره بارقام؟ يعني هو غالي شويه السوشي في عشان المطاعم، عشان سمك التونه غالي كمان تقريبا. بالظبط، بس احنا ممكن يعني في حاجات احنا ممكن نعوضها. لا يعني ده سهل، ده يتعمل في البيت على فكره، ده مش صعب يعني. الطبق اللي انت عملته ده مش جايين صعب. انا مش جاي اعمل حاجه صعبه عشان لو في حد يقدر يعملها في البيت وحابب يعملها يعملها. طيب احنا كده خلاص، ده مع الدريسنج بتاعه عصير برتقال ورانج جوس. ده بتحطه يعني بياكلوه ده في الاخر؟ ممكن بتحطه بقى عليه. تمام بالظبط، تمام حلو قوي. هنعمل ايه تاني بقى؟ احنا هنا هنعمل رول. يلا تمام، ده مش فرايد برضو؟ لا بس احنا هنحط جواه جمبري مقلي، يعني جمبري فرايد. انت لو هتقلي بقى جمبري، احنا ممكن نقلي الجمبري يعني، فاهم؟
الست المصريه بقى بتطلع دلوقتي في الوقت اللي زي ده اللي هو بنعمل 70,000 حاجه في وقت واحد. تمام. احنا الجمبري بنفرده بس. تمام. جمبري مخلي عادي جدا هو بس صغير بيتفرد بايدينا كده عشان يبقى مفروض ما يبقاش طالع. ممكن الاستاذ حسام يجيب الكاميرا عليها. تمام. ايوه ثبت ايدك بقى كده ثانيه واحده اهي. ايوه نعمل فيه ايه بقى؟ وريه وري للكاميرا. احنا هنعمل نحط الجمبري ده في هنجيب دقيق وممكن نكسر عليه بضايه مثلا ولو في بيكنج باودر او حاجه ونحط العجينه دي بنحط ميه. ولا لا ميه تمام وننزلها في الزيت يعني. طب سؤال، التتبيله دي ممكن نعملها بالفراخ؟ ده فكر بس جاي. احنا السوشي هنا في مصر اصلا او غالبا حتى بره بداوا يدخلوا فيه فراخ ولحمه. لا انا قصدي الخلطه دي ممكن نعمل بيها تشيكن ممكن مثلا مقليه تشيكن ستريبس او كده. بس تتبل. طب ودي مش حاطط فيها اي تتبيلات يعني؟ مش حاطط ملح، مش حاطط فلفل، مش حاطط بهارات؟ بتاخد توم باودر وممكن فلفل ابيض. يبقى دقيق، بيكنج باودر، باودر، فلفل ابيض، فلفل ابيض، ملح، لا دقيق سوري توم باودر، توم باودر ودقيق وبيكنج باودر وملح. مظبوط. حلو قوي. بتحمر طب ما تحطهم بقى، انت حمرت كام واحده؟ اثنين بس. ما انتوا هتلاقوني طبعا مستعجله جدا. ليه؟ لان انا متشوقه جدا اشوف النهائي عامل ازاي، لان انا مش كيفه سوشي خالص. بس زي ما قلت لك انا ابتديت اكل السوشي مؤخرا وفرايد، ماليش في الحاجات الغريبه. لا ما احنا واحده واحده ان شاء الله هتلاقي هتدخلني في السوشي ان شاء الله. ماشي. وده رز بقى، ده الرز ده بقى اللي هو العادي بقى اللي هو الرز ده رز ولا انا مش شايفه؟ ده بيتعمل ستيم على البخار. تمام. وما بندخلوش على النار، وغالبا بيبقى في حله كهرباء بتعمل ستيم، بس ممكن نعمله في البيت على البوتاجاز، بنغطي على نار هاديه والرز قد الميه بالظبط. تمام. بنغطي الحله. رز مسلوق يعني؟ بالظبط رز مسلوق. بس احنا بنعمل بنجيب خل خل رز ياباني بيتمكس بسكر وسنه ملح عشان البالانس بس بين الخل والسكر. يا عم انا هاجي لك انا ما. تمام. فعشان كده هو بيمسك الرز بيبقى ماسك شويه عشان خاطر ممكن وريني الطبق كده ده؟ يعني ده مش رز اللي احنا بنعمله؟ لا لا. هو الرز بيبقى ماسك شويه عشان فعلا. هو الخل الياباني واخد سكر ده بيتباع في اي مكان الخل الياباني؟ في اي ماركت. اوكي. والخل ده بيتحط عليه وهو بيستوي ولا لا؟ اول ما بيطلع من اول ما بنشيله من على النار قبل ما البخار يروح. عشان البخار هو اللي بيخلي الخل يمسك في الرز. بس انت بتستخدمش الرز لما يبرد خالص؟ لا لازم يبقى يبرد. يبرد بالظبط. طيب دافع. احنا ينفع نعمل حاجه واحنا بنعمل الجمبري علشان الوقت؟ خلاص احنا السلمون ده لسه يعني اشك ان احنا هنلحق نعمل السلمون ده في حاجه. اشك. لا احنا مش هناخد وقت ان شاء الله، لان احنا خلاص احنا قدامنا 3 دقايق. لا احنا خلاص ان شاء الله مش هناخد وقت. طيب يلا بينا. انت ده هتلفه في الورق ده؟ هو الورق ده بيتاكل؟ هو الورق ده ما حدش بيشوفه غالبا. سوري. طبعا انا ما لازم انا هتلاقوني ساكته ومنبهره لازم يعني نحط ايدينا في ميه محتاجه اقدر الرز بقى بالظبط. المياه دي عشان ما يمسكش بس في ايدينا. اوكي. تمام. احنا بنحط الرز على نفرد بيه الورقه. احنا والورقه دي الورق بتتباع برضو عادي موجوده؟ بيتباع في اي ماركت. في اشهر صوصات السوشي بقى ايه؟ هو الستاندر الياباني بتاعه الترياكي صوص. تمام. هو الترياكي صوص والجينجر من اشهر الصوصات. الجينجر ده صعب. الجينجر والوسابي ليهم وظائف معينه يعني. هو مش غالبا ما بيبقوش صوصات قوي. مش صوص، هو الجينجر عشان نفصل من طعم. بالظبط. بس ده صعب قوي يعني. انا الجنزبيل والحاجات دي بتبقى بالنسبه لي انا حامي قوي، ما اعرفش اهو يعني. الجينجر عشان نفصل حاميه، ريحته قويه قوي. بالظبط. احنا النهارده مثلا بناكل حاجه سويت، حطيت جبنه اللي هي الكريمي، جبنه كريمي والجمبري. مظبوط. ده مع بعضه ايه ده؟ والله ده هي. طب والله مش صعب. لا هو مش صعب، هو عايز ممارسه. هو الموضوع مش صعب والله ما صعب. هو طبعا المطبخ الياباني ده اقسام
والقسم والسوشي ده قسم من الأقسام. لا بس انت برضو برافو عليك، انت دخلت قسم صعب على فكره، هو مش سهل على فكره، هو بس عايز ممارسه. هو كويس ايه ده، هي الورقه راحت فين؟ لا خلاص احنا كده الورقه تحت الرز، فعشان كده حضرتك ممكن تكوني بتاكلي السوشي حتى الفرايد. هو الفرايد فيه الورق ده. ثانيه واحده، انت هتقطعه بقى دلوقتي؟ اه بالظبط. لما تقطعه مش هشوف الورقه؟ لا خلاص احنا هنحط بس السلمون ده. معلش انا النهارده ايه، ازاي ما هي لونها باين اهي، اهي الورقه اهي، بصوا انا هتلاقوني منبهره النهارده، لان انا بصوا الحاجه الوحيده ما بعرفش اعملها والله العظيم، انا منبهره. وده كده خلاص كده خلص؟ انت خطير والله، الله يسلم ايديك. ليه ما دخلتش المطبخ المصري، الحاجات اللي هي بتاعتنا يعني، برضو اسهل من ده؟ هو اسهل بس احنا يعني خلاص، هو الموضوع بقى فيه مطبخ، بقى فيه ناس كتير، بقى مش مطلوب على فكره. والسوشي حتى هتلاقي الشيفات اقل من الشيفات اللي ايوه صح. احنا كده هنبتدي نقطع. يعني والله بتسلم ايديك بجد. طب وانت الحاجات دي كلها هتحطها في حته تانية ولا خلاص بقى كده؟ احنا الرز ده ممكن اشيله في الفريزر؟ لا هو الرز بيتشال في حاجه ورم، يعني ما بقاش ينفعش في ثلاجه او في فريزر. طيب احنا يلا، لسه احنا خلاص الوقت اصلا خلص. اوكي يعني احنا بص بقى كله عشان خاطر عيون الشيف حسين. ربنا يخليك. لا بس بجد والله جربوا، واللي ملحقش يكتب او ملحقش حاجة، الحلقة بتنزل على اليوتيوب على صفحة او على صفحة القناة، قناة المحور، سواء انستجرام او فيسبوك، ادخلوا هتلاقوا الوصفات، الفقرة كاملة نازلة، فلو ما لحدش لحق ممكن تشوفوا في الاعادة. بص انا عمالة اديكوا في حلول، سكرين شوت من الموبايل او تدخلوا على اليوتيوب او على الفيسبوك او انستجرام صفحة قناة المحور، وتكتبوا بقى او تنقلوا الوصفه. بجد هي وصفه، انا لما شفت، لما دخلت الاستوديو ولقيت كده انا اتخضيت، قلت ايه ده كل ده، يعني مش هنلحق نعمل حاجه. بس هو الحاجات فعلا سريعه، وهي يعني في ظاهرها ان هي كتير، بس هي لا، انا شايفه الدنيا لطيفه جدا. سلم ايديك يا شيف. احنا كده خلاص صح؟ اه احنا خلاص، احنا كده بس ممكن بقى تحط الصوص على بال ما انا اسلم على مشاهديني حبايبي. تمام. وانت ترص الحاجه. يعني انا يعني كنت والله مبسوطه جدا النهارده في الحلقه بتاعت السوشي. عايز تعمل حاجه؟ قول. اه انا عايز اخد الجينجر والوسائل. خد اللي انت عايزه. لا تعامل تمام. طيب نرجع لكم تاني. يعني بجد حلقه النهارده كانت لطيفه جدا، يا رب كمان تكون نكون انا وزميلتي مروه خفاف على قلب حضراتكم. بجد جربوا الوصفه دي، انا ما دقتوش، ومش عارفه هدوق ولا لا، لان انا ماليش في السوشي اللي هو ده، بس انا شايفه الرز مستوي والجمبري مستوي، فممكن ادوق، ممكن ادوقه. ليه؟ لانه كل حاجه فيها مستويه، لكن الني في ني ده انا ما يعني، اللي اوعدكم ان انا مش هدوقها التونه، لا ما مش هقدر، لكن هدوق التاني ده وهقول لكم. بس انا شايفه ان هو حتى طريقه التقديم لا شكلها لطيف جدا. شيف حسين انت نورتنا وشرفتنا. شكرا، ربنا يخليك. مسلم ايديك بجد، ربنا يخليك. شكرا، بشكرك. شكرا جزيلا. بشكركم انتوا كمان، يا رب حلقتنا تكون عجبت حضراتكم. نشوفكم على الف خير في حلقه جديده من حلقات هو هنا. باي باي.